السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما عدد فقرات العمود الفقري. بداية أعزائي، كما نعلم بأن هذا الأمر مهم جدا والذي يجب علينا أن نكتسب هذه المعرفة ونعرف هذا السؤال المهم، فنحن نتركب من بيئة أو نتركب من تركيبة معقدة تبارك الرحمن في خلقها، ومجموعة فقرات عظمية متصلة في ظهور الكائنات الحية. كما نعلم أعزائي بأن الفقرات عند الإنسان يبلغ عددها 33 فقرة، وكما نعلم بأن العمود الفقري مكون من سلسلة فقرات مفرغة مجوفة مترابطة بغضاريف، وظيفته حفظ النخاع الشوكي الذي يربط الدماغ بأكبر شبكة عصبية، والذي يدعى الفراغ الذي يمر من خلاله النخاع الشوكي بالنفق الفقري. وبالتالي أتمنى أنني أجبتكم على هذا السؤال الذي يطرح كثيرا، والذي هو كم عدد فقرات العمود الفقري. إلى اللقاء.